على أطهر البقاع تمثلت خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معرض عرض من خلاله صور رحلة توثيق هجرته مع الصحابة. جهزنا الدراسة حقتنا خلال سنتين ثلاث سنوات ندرسها ونمسح روحة وجية، وعددنا العدة الحمد لله، وجهزنا المشاة وجهزنا الجمال، وغادرنا يوم الاثنين 9 شعبان من غار ثور، وصلنا المدينة يوم الاثنين 16 شعبان. لم يستعينوا فقط بالأجهزة الحديثة، بل استعانوا بقبائل المنطقة والرحالة وأيضا الجمال. وضعنا أول شيء، حطينا هدف للرحلة، حطينا معايير. أهم معيار عندنا هو النص، يعني نجي للنص القرآني والنص السيرة، نأخذ هذا النص ونطبقه على الواقع مدى تحقيقه. استخدمنا التقنية الجي بي اس والجي اي اس لتحديد المسافات والأشياء. استعنا بأهل المنطقة، القبائل، نسألهم عن صحة، خاصة أنه في مصطلحات ما زالت موجودة كما هي موجودة في كتب السيرة، موجودة إلى الآن في الواقع. وطبعا تستعين بأهل المنطقة عشان تعرف صحة الطريق. يجب أن نرسم درب الأنبياء بحيث أنه طريق الهجرة يجب أن يتحاشى بما ورد في السيرة النبوية وبما استقى الشيخ عبد الحافظ من الكتب، حوالي 50 مرجع وحوالي 41 إنسان من أهل المنطقة، وهو من سكان جديد على فكرة. فرسمنا المسار بناء على هذه المعلومات من 40 رحلة اللي احنا بنسويها، وبقي بعد كده انه احنا نحقق المسار ونتأكد من صحته. هي صور حاكت خطاه الكريمة وسكن حبه الفؤاد لنبحث عن كل ما مر به. للإخبارية شاهد باهبري، جدًا.